لو الحكاية فيها إن فيتو. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مهندس إبراهيم عامر مرأس برامج في مركز مصر دول الزراعة. احنا النهاردة كان عندنا حفل اختام برنامجين من أهم البرامج في مركز دول الزراعة. أول هما برنامج التنمية الريفية المتكاملة، والبرامج الثاني التنمية وصحة الدواجن. البرامج التنمية بتاعتنا بتتم بالتعاون ما بين مصر جمهورية مصر العربية ودول العالم الصديقة من دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. النهاردة كنا عندنا اختام برامج لمشاركين من 28 دولة أفريقية وآسيوية ولاتين أمريكا، بتضم 48 متدرب متعددين جنسيات. طبعا البرامج بتاعتنا طبعا الاول احنا بنبدا بنبعت انفيتيشن للدول دي انها تبعت لنا ناس متخصصه في البرامج بتاعتنا، وهم يبعتوا لنا الترشيحات واحنا بنختار منهم. طبعا بنشترط خبره 3 سنين على حد ادنى، وبنشترط لغه من احدى 3 لغات انجليش فرنش سبانيش. الحمد لله طبعا البرامج بتاعتنا بتستمر 2.5 شهر متكاملين، بيتم خلالها القيام المتدرب بالتعرف على اهم ما يخص البرامج. يعني مثلا التنميه الريفيه المتكامله بتكلم كم؟ البرامج بتاعتنا بتستمر 2.5 شهر متواصلين. من خلال 2.5 شهر لما بيتعرف المتدرب على كل ما يخص برنامج تخصصه، يعني مثلا انتاج الدواجن بنتحدث عن كل ما يخص انتاج الدواجن في مصر والامراض التي تصيب تلك الدواجن وكيفية مقاومة وعلاج هذه الامراض. بالاضافة لذلك ان هو بيقوم بعض الزيارات الميدانية بزيارات المعامل المختلفة في مركز البحوث الزراعية، بعض المشروعات الزراعية المختلفة الخاصة والحكومية اللي بتهتم بموضوع البرنامج ايضا. المجمل البرنامج كله ان المتدرب بيخرج من البرنامج يعرف كل شيء تقريبا عن انتاج الدواجن في مصر. في برنامج اخر اللي هو برنامج التنمية الريفية برضه كذلك بيقوم بالتعرف على الأنشطة اللي هي الجمعيات التعاونية، الجمعيات اللي هي الحكومية والجمعيات غير الرسمية اللي بتهم المجتمع أو تهتم بنشاط المجتمع الريفي. تنمية المرأة الريفية. الدورات بتبقى قد ايه؟ كلها قد ايه ولا نظامها؟ واحنا الإدارة بتاعتنا احنا اسمها إدارة البرامج المنتظمة، عندنا 10 برامج منتظمة بتبدأ في نفس الميعاد بتنتهي في نفس الميعاد من كل سنة. طبعا كل برامج مدتها 2.5 شهر كاملين. عندنا في جميع المجالات الزراعيه المختلفه بنبدا بتحليل المشروعات، خدمات زراعيه، تنميه ريفيه، انتاج القطن، المكافحه المتكامله للافات، انتاج وصحه الدواجن، انتاج وصحه الحيوان، الاراضي والمياه، انتاج وتنميه المزارع السمكيه. شكرا. عفوا.